يسويه هو نحو المتعة. في عندي نمط آخر اللي يحركه واللي يثيره واللي يخليه يتحرك. ابتعاد عن الألم. وهذا نحو المتعة. شكرا لك. النوع الثاني عندي الآن اللي يحركه هو بعيدا عن الألم. ليش تبغى نروح له؟ قالت اشمعنى يعني؟ اشمعنى؟ اختي فوزية وبناتها يروحوا كلهم رحلات حلا. تبغاوا ايش يقولوا عنها؟ يقولوا انه يروحوا كلهم رحلات حلا. قول يا اختي دايس دخلي فوزية. طب انت خليك تكوني سعيدة. قال والله لا اروح نفس المسبح اللي راحته. واتصور سيلفي عند نفس الطاولة اللي كانت عليها. هل هي الآن رايحة لأنه الآن تريد أن تحصل على المتعة؟ لا، هي رايحة لنفي من؟ الألم الذي قد يحصل إذا لم أحصل عندي كذا. جيد؟ إذا السؤال، ما الذي يحرك هذا الشخص؟ العقل، نحو أو بعيد. المتعة والألم. هنا جاء الآن عندنا نظرية قديمة، يعني هو حوار كان بين أرسطو وأفلاطون، طبعاً تعرفون أنه أفلاطون هو طالب من؟ أرسطو طالب أفلاطون. اللي حصل كان في السؤال كيف نقدر نحرك العربة؟ نقدر نحرك العربة اللي جرها حصان دون لمس الحصان، كيف ممكن نسوي؟ طبعاً بالنسبة لأرسطو، إيش يرى أرسطو؟ أرسطو يرى، معلش أفلاطون يرى الدوافع تكون دائماً نحو المتعة. فأفلاطون قال نحط خشبة، نحط فيها جزرة ونجوع الحصان. فالحصان لما يشوف الجزرة قدامه إيش بيسوي؟ فنحو المتعة، لأنه جايع يبغى يأكل سيتحرك. فالعربة مالها؟ فالدفع. أرسطو فكر شيء آخر، إيش قال؟ لا، أنا بجيب عصا وخلف الحصان ماذا سأفعل؟ سأضرب بالصوت بقوة خلف الحصان، أسمع الحصان ضربة بس بقوة. الحصان ماذا سيفعل؟ لما يسمع الصوت سينطلق. طيب في كل الحالتين ماذا سيحصل؟ بيتحرك. سيحصل حركة، الحصان سيتحرك. نحن البشر هكذا.